ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا السيد علي طرفاية الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، ينضم إلينا من القاهرة. سيد علي، أهلا بك على إكسترا نيوز. أهلا وسهلا. في البداية، هناك تطور نوعي نراه في العمليات من قبل الجيش الوطني الليبي، هناك تقدم جديد جنوبية العاصمة طرابلس، هناك أيضا قصف بالطيران لمدينتي سرت ومصراتة. هل وصلت القوات الليبية، قوات الجيش الوطني، إلى مرحلة قد تؤهلها للدخول إلى طرابلس؟ طبعا احنا عارفين ان مدينه مصراته هي يعني بمثابه قاعده الدعم اللوجستي للميليشيات المتواجده في طرابلس. مصراته تقع تحت قبضه جماعه الاخوان الارهابيه، على هناك خط اتصال بحري ما بين مدينه مصراته وبين تركيا، تتلقى من خلاله الدعم الذي تقدمه للميليشيات التي تقاتل الجيش الليبي المتواجده في طرابلس. هناك خط طيران يربط ما بين تركيا وما بين مطار الكلية الجوية في مصراتة، فمصراتة يعني تركيا تستغل مدينة مصراتة نظرا لوجود بعض يعني الروابط مع بعض القبائل المتواجدة في مدينة مصراتة، روابط عرقية، على اعتبار أنهم ينتمون لهضبة الأناضول أو قادمون من يعني مدن تابعة لتركيا في العهد العثماني، وبعضهم كان مع محمد علي في مصر، ما يسمى بالدولاه الذين تم ارسالهم بعد ذلك الى مدينه مصراتة. وتركيا تلعب على هذا العرق وتلعب على علاقتها بجماعه الاخوان الارهابيه لتحقيق بعض المكاسب. نحن نعرف ان جماعه الاخوان والمتحكمين في المشهد المواليين لتركيا اعطى تركيا يعني عمليه اعاده الاعمار بمليارات الدولارات، ولم تقم تركيا بفعل اي شيء، بالإضافة إلى استغلال تركيا لليبيا كسوق للمنتجات التركية، الأموال التي تصب في البنك المركزي من عوائد النفط في البنك المركزي الليبي في طرابلس هي تحت قبضة الإخوان، وتستغلها الجماعة الإرهابية في تمويل الجماعات في باقي الأقطار العربية عن طريق عقد صفقات مع يعني الدولة مع تركيا، وفي إطار تقديم الدعم والسلاح والطائرات بدون طيار وكل هذه المسائل. فتوجيه الجيش الليبي لبعض الضربات لمدينة مصراتة على اعتبار أن هناك مراكز لتلقي الدعم القادم من تركيا ومراكز للطائرات بدون طيار التي تهاجم مواقع الجيش في محيط العاصمة الليبية طرابلس، بالأهمية المكان بالطبع وتحرير مدينة مصراتة. مدينة مصراتة يعني موقع استراتيجي مهم على البحر المتوسط، يوجد بها ميناءين، يوجد بها مطار الكلية الجوية، وربما الجيش الليبي كان يفكر كثيرا في التقدم باتجاه مصراتة لولا وجود مستشفى إيطالي متواجد داخل مدينة مصراتة، وهناك بعض القوات الأمريكية. يعني ربما هذا يدخل في إطار لعبة السياسة الدولية والدول التي تتعامل مع الأزمة الليبية. نحن نعرف أيضا الأهمية الكبيرة لمدينة سرت التي تقع في منتصف خليج مدينة سرت وتبتعد عن مدينة الجفرة يعني ما يقارب 140 كيلو متر، فهي تتوسط الدولة الليبية، يعني تلك المنطقة هي بمثابة المركز بالنسبة لليبيا، ومن يسيطر عليها يستطيع أن يعني يؤكد وحدة الدولة الليبية. مدينة مصراتة هي محاصرة الآن ما بين بني وليد وما بين مدينة سرت، إذا تم يعني استثمار هذه المناطق بشكل جيد فلن تطول معركة طرابلس، وسوف يتم تحرير العاصمة الليبية طرابلس في وقت أسرع مما هو متوقع. ايضا جميع الميليشيات التي تقاتل الجيش الليبي في العاصمه الليبيه طرابلس هي تنتمي لمدينه مصراتة، وكما قلت لك طبعا تحتوي عناصر ذات انتماءات مختلفه، عناصر من جماعه الاخوان الارهابيه، ليس شرطا ان يكونوا ليبيين، ربما يكونوا من افريقيا، ربما يكونوا من بعض الدول العربيه، ايضا عناصر من التنظيمات الاسلاميه المتشدده كتنظيم القاعده او الجماعات الارهابيه المتواجده في منطقه الساحل الافريقي وفي مالي. كل هذه العناصر تجندها مصراتة من خلال استغلال المال الليبي من أجل أن تقاتل الجيش الليبي وتساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا واستمرار الفوضى واستمرار الصراع الذي تستفيد منه بعض الدول مثل تركيا التي توثق علاقتها بشكل كبير خاصة مع مدينة مصراتة، كما قلت لك استنادا إلى بعض يعني المسائل العرقية، وعلى اعتبار أن مدينة مصراتة هي يعني تتمركز فيها معظم
يعني الملفات الخاصة بإدارة الدولة، خاصة بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011. الأستاذ علي طفايا الكاتب الصحفي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.